قتل المرشح الأقوى لخلافة غالي على زعامة تنظيم البوليساريو الانفصالي. وفيما أعلنت عدة مصادر عن مقتله بتسمم، فإن وكالة الأنباء الجزائرية نشرت قصاصة تعلن من خلالها وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكان عبد الله الحبيب من أبرز المرشحين لخلافة غالي الذي يوجد في حالة صحية حرجة بعدما اندلع صراع على الزعامة. وكان ذات المسؤول في التنظيم الانفصالي قد غادر لإسبانيا في وقت سابق لإزالة رصاصة من ذراعه، وهو ما يجعل إعلان وفاته بفيروس كورونا مجرد إشاعة، خاصة وأن كافة قيادي البوليساريو يتلقون العلاج في إسبانيا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.